في أحد الفنادق الفاخرة في تونس تم إعداد المسرح لمسابقة طهي دولية مكثفة، حيث يجتمع الطهاة المشهورون معاً لعرض مهاراتهم في إعداد أفضل الكسكسي مع لحم الضأن. مع بدء المنافسة يبدأ أحمد وعلي وجلال بثقة في إعداد أطباق الكسكسي المتقنة، بينما تتخبط فاطمة وهي فتاة ريفية بسيطة بمكوناتها بعصبية. في محاولة يائسة للحاق بالركب تسكب فاطمة عن طريق الخطأ وعاء من التوابل في الكسكسي الخاص بها، مما يخلق مزيجاً فوضوياً من النكهات. المتسابقون الآخرون يضحكون على حادثة فاطمة ويقللون من قدراتها ويقللون من فرص فوزها. على الرغم من الفوضى تظل فاطمة هادئة وتقرر أن تتقبل النكهات غير المتوقعة وتضيف لمستها الفريدة إلى الطبق. بشكل غير متوقع أعجب الحكام بإبداع فاطمة غير التقليدي في إعداد الكسكسي، وأثنوا عليها لأنها تجاوزت حدود الطبخ. وفي تطور مفاجئ للأحداث فازت فاطمة بالمسابقة، مما أذهل منافسيها من موهبتها. بينما يصفق الجمهور لانتصار فاطمة تدرك أنه في بعض الأحيان الاختيارات الجريئة وغير المتوقعة هي التي تؤدي إلى النجاح.